اهلا بيكم في محافظة اسيوط اللي هنقدم لكم منها التقرير الخامس من اهداف الالفية للتنمية في مصر. هنركز النهاردة على الهدف الاول من اهداف الالفية وهو القضاء على الفقر. انا اسمي سمر بدر. وانا مؤمن الامين. هنزور معاكم النهاردة قرية فريدة من نوعها في محافظة اسيوط، قدرت بفضل الشراكة بين الامم المتحدة والحكومة المصرية انها تتغلب على مشكلة الفقر. لما نشوف النهاردة الغيطان الخضراء حوالين قرية رفاعة الطهطاوي، صعب نتخيل انها كانت من 15 سنة مجرد اراضي صحراوية. المنطقة دي جزء من مشروع مبارك القومي لشؤون شباب الخريجين اللي بدأ في الثمانينات عشان يحل مشكلة زيادة السكان ونقص الغذاء في مصر. كانت اسرة محمد بدوي من اوائل اسر شباب الخريجين اللي استلمت الاراضي دي، ومحمد فاكر كويس ازاي كانت مهمة تحويل الاراضي الصحراوية لاراضي زراعية بتمثل في الاول تحدي كبير. استلمنا الارض في 91 واستلمنا المكان هنا في 91 اللي هي البيوت، وكانت الارض دي ما فيهاش مية خالص ولا في كهرب ولا في انارة ولا في اي حاجة في القرية دي، غير احنا نيجي افراد نبص على الارض كده ونمشي بس. كان زرط وكانت الدنيا كلها ملهاش هنا شغل خالص. احنا ابتدينا جينا هنا كانت الارض جلداء لفاش لا زرع ولا سجر ولا فيها حاجه خالص، ارض كنتش تقدر تبص بعينك كده تشوف الارض، كانت زلط خالص كده وكانش فيه ميه ولا اي حاجه. لما ابتدينا نزرع وننقي الزلط وربنا كرمنا فيها بقت بالحاله اللي انتم شايفينها دي الحمد لله. الحكومه المصريه وضعت البنيه التحتيه للقريه ووفرت البيوت والميه والكهرباء، لكن الوضع كان لسه محتاج لعزيمه اسر الشباب زي ما مرات محمد فاكره. كانت الناس تعبانة، الناس لما جات وكانت حجم قليل وبرضو كانت الناس تعبانة وما فيش شكل حلو وما فيش لمخزة لبس حلو وما فيش زرع وما فيش معونة كانت لسه ما جاتش. كل 3 شهور محمد بيروح لحد المخزن اللي بيستلم منه حصة غذائية بتتقدم له كجزء من مشروع الأمم المتحدة في القرية. الحكومة المصرية دعت الأمم المتحدة لتقديم الخبرة والدعم الفني والمعونة الغذائية لضمان استدامة القرية. محافظة أسيوط من المحافظات اللي تعتبر فقيرة شوية، وتعتبر إن ما حصلش أبداً مشروع لإصلاح الأراضي وتوزيع أراضي فيها قبل كده. فطبعاً إحنا عملنا هذا المشروع لحماية الناس والارتقاء بمستوى معيشتهم. المعونة الغذائية اللي بتوفرها الأمم المتحدة بتقدم مساعدة ضرورية للقرية الرائدة، وبفضلها ابتدت كفة الميزان تميل أخيرا لصالح المزارعين اللي كان محمد من أولهم. لما كان الواحد بيحط في الأرض دي 1000 جنيه كان بياخد منها 500، إذا كان بيحط بخسارة. فلما جات الأمم المتحدة دخلت بقى توفر معاه إنه هو بدل ما بياخد المبلغ اللي هيجيبه الزرع الأرض بتاعته ياكل منه ويشرب في البيت، بقى يبيعه ويزرع منه ويزود في المحصول بتاعه، يحط أسمدة عضوية ويقاوم الآفات والحشرات في الزرعة، وبالتالي ويعمل على تنخيط وتنظيف الأرض من الزلط اللي فيها. الأمم المتحدة بتدعم القرية في مجالات مختلفة، منها التدريب على أحدث أساليب الزراعة عشان المزارعين يقدروا يستفيدوا بأفضل صورة من البنية التحتية اللي وفرتها الحكومة المصرية. تعلمت كل حاجة، تعلمت الصبر وتعلمت الري الحديث وتعلمت ازاي ارشد المية في البلد وتعلمت ازرع الزراعات الحديثة والري الحديث، تعلمت كل حاجة. جمعية تنمية المجتمع هنا بتشتغل مع الأمم المتحدة والحكومة المصرية وبتدير أجزاء مختلفة من المشروع، منها القروض الصغيرة والدورات التدريبية اللي بتقدمها لستات القرية. والنهاردة مثلا في مدربة من الأمم المتحدة بتقدم حصة تفصيل. البرنامج بيدعم الكرة مكان علشان خاطر ايه يخيطوا ويزودوا دخلهم ويعود عليه. السيدات داخل القرية هنا يعني اغلبيتهم طاقة معطلة، يعني ما لهمش مصدر عمل تاني غير ان احنا معتمدين على الازواج في مجال الزراعة. فطبعا لما تبقى الست عندها حرفة زي حرفة الخياطة هتقدر تفيد بها نفسها واسرتها. أخيرا ابتدت أسرة محمد بدوي وباقي أسر القرية تحصد ثمار سنوات الشقة الطويلة. الأرض النهاردة بقت بتدي محصول كويس وسمعة مزارعين القرية في السوق ممتازة. الأهم من ده كله إن اسم القرية واسم المشروع موجود على الأجولة، على أساس إن لما طلع الأجولة دي برة أنا للمستهلكين برة أو للتجار اللي برة بيعرفوا إن المنتج ده طالع منين، من قرية رفاعة الطهطاوي
وعليها باتش القريه واسم القريه على اجهزه نفسها. وانا فخور ان انا جيت هنا وبقيت راجل من قريه جديده حديثه وانشاناها وعمرناها، وانا فخور بيها ومربي عيالي فيها.